الانتاج صعب شويه ومش وكان في ثوره وقعدنا 5 سنين كان في ثوره صح؟ في ناس نزلت وفي ناس احتفظت بالاغاني بتاعتها فبس حواري بوخارست وطرف ثالث الاغاني دي كلها خدت جوائز وخدت رونق حلو قوي يعني فنان احمد عدويه ده يعني مع احترامي لاي حد ده تاريخ مش يعني معلش مش هيجي زيه تاني لان دي خامه صوت ما تتعوضش تاني ربنا يديله الصحة فأنا عن نفسي شايف إن أحمد عدوية ده أسطورة يعني في موال أنا عامله موزعه بطريقة تانية شايف فكرة الموال دلوقتي زي خاصة بقت نادرة أصلا محدش بيعملها أنا شايف إنها تبقى مختلفة بالنسبة لي وإن أنا أقدم للشاب اللي ما سمعش يعني موال بتطور ممكن يوصل لجميع يعني جميع السمع الأوروبي والأمريكاني لأن أنا بعمل مزيكا فيها دمج كده ما بين الشرق والغربي كده فبحاول أعمل الخلطة دي مفيش دويتو تاني مع أحمد عدوية إن شاء الله بنفكر إن شاء الله الفترة اللي جاية صحته عاملة إيه كويس الحمد لله ربنا يخليكم كل سنة طيبين سنة سعيدة عليكم.